اهلا بكم من جديد. الحقيقه محمد محمود لاعب الاهلي واحد من اللعيبه اللي تحولت عند الناس الى حاله من الحب، الاحساس، الزعل، القلق، الاهتمام، التفاؤل، التحدي، كل المعاني ديت ارتبطت باصابه لاعب صاعد بالرباط الصليبي بعد تقريبا تمرينتين ثلاثه من عودته من اصابه كانت برباط صليبي اخر، ركبه يمين ثم الركبه الشمال او العكس، لكن في الحالتين يعني حتى الناس لما قالت عين الحسود اصابت هذا اللاعب ما كتبتش، لانه بعد ما انضم للنادي الاهلي وجايبه طموحات كبيره جدا والناس مجرد ما شافته حست لا الاهلي عمل صفقه كبيره قوي وعمل تدعيم رائع للاعب موهوب واضح جدا في الملعب وتاثيره وشخصيته، ولما سمعته في قناه الاهلي الناس اتشدت له قوي وانبسطت وعجبتها شخصيته ونضجه الواضح المبكر، يوم جاي له رباط صليبي فيغيب كل الشهور اللي فاتت، يضيع عنه الموسم اللي فات كله، واول ما يبدا التاهيل ويشفى والحمد لله يرجع يتمرن الناس بدات تقول اه هنشوف لعيب كويس قوي. ففجاه نادر شوقي معانا، هو حضر معانا الاستاذ نادر شوقي وكيل محمد محمود واللي كان رافقه في رحله العلاج في المانيا، طمنا عليه. استاذ نادر اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي، ازي حضرتك؟ ازيك يا نادر؟ كله تمام الحمد لله ربنا يخليك. انت في المانيا ولا جيت؟ لا في المانيا. طيب اخبار محمد ايه؟ محمد دخل عملية يوم الثلاث، عمل العملية وبس، وابتدى يتأهل، شالوا له الجديدة اللي على رجله وابتدى يبتدي بقى التأهيل بتاعه، وابتدى النهاردة وبكرة هيبتدي بقى بشكل مكثف شوية، هينزل الجيم بكرة يعني واحدة واحدة كده. في اختلاف في الإصابتين اللي فاتت ودي ولا هي نفس الدرجة من الإصابة يعني؟ لا هي رباط فنحطها في نفس المرتبه يعني. لا هو ساعات بيبقى رباط وغضروف وبعدين ساعات يبقى رباط خارجي وداخلي. لا 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 هي رباط بس، لا هي رباط بس. اللي فاتت كانت اشد يتهيألي. ما علينا. اللي فاتت كانت اشد خدمه بس يعني دي رباط. نفس الدكتور اللي اجراها مش كده؟ طبعا. كان له اول ما دخل عليهم قالوا انت تاني. يعني قال له انت تاني؟ ما علقش وما فسرش ايه الاسباب، ليه يعني ليه بيحصل ده؟ والله يا باشمهندس انا جاي مخصوص عشان افهم ايه السبب. بس هو الراجل بصراحه قالها بكل صراحه، قال لك هو سوء حظ مش اكتر، قال لك انت الرجل كانت مصابه اتأهلت كويس، الرجل الثانيه يعني سليمه، فبالتالي ممكن تحصل لاي حد في الملعب، يعني مالهاش دعوه باي حاجه. يعني ولا هو تاهيل ولا هو يعني حتى قلت له على الملعب قال لي لا يعني مش هو ده، ما اللعيبه كلها بتلعب على الملعب، يعني فاهم قصدي؟ هو سوء حظ بحت يعني. يعني الدكتور نفسه مستبعد انه يكون ارضيه الملعب لها تاثير. قال لك في 22 ولا 23 واحد بيشتغل على الملعب. ايوه ما هو رد منطقي. منطقي صحيح. بس خلي بالك حاجة غريبة جدا. بص يا نادر. طب. بقول لك نادر أنت أخويا يعني. اللي بيحصل يعني ناصر ماهر حصل معاه كده بالظبط. هل ده نتيجة تفاوت الأحمال التدريبية مثلا والمجهود المبذول؟ وحجازي نفس الحكاية. وحجازي ما طلعوا من تحت لفوق ما بيبقوش ومتجهزين قوي ولا ايه؟ اصل لازم ندرسها يعني. بص يا باشمهندس عادي، انا بس هختصر لك القصه في حاجتين. انا سالته سؤالين، قلت له هل احنا ركزنا على الركبه المصابه وما ركزناش على الركبه الثانيه، فبالتالي الركبه الثانيه كانت ضعيفه؟ فقال لي الكلام ده سلام سنس، قال لي انت بتقول ده كلام فارغ. قلت له ليه؟ قال لي بقى الركبه الثانيه سليمه ما فيهاش اي حاجه، فهي مش محتاجه حاجه اوريدي. يعني بنتكلم على الركبه المصابه بقت سليمه، الركبه الثانيه دي فيها ضغط طالع، قال لي هو الزباني باد لك، يعني هو قالها بالظبط الزباني باد لك. ملهاش، يعني حتى انا سالته بقول لك في الملعب يا باشمهندس عادل، سالته على احمال وسالته على كل حاجه.
هو قال لي لا القصه حظ 100% ملوش دعوه. قال لي لو حد دخل فيه ولا حاجه قلت له ريجاردلس يعني حد دخل فيها. لا قال لي هي 100% سوء حظ سواء حد دخل فيها او سواء ارض او سواء اي حاجه هي سابت اصابه سابت الناس كلها وجت فيه هو. قال لي هي سوء حظ بحت. نادر سوء حظ نادر. زيك. لا لا انا مقتنع بص يا باشمهندس عادل انت عارف انا مقتنع بمحمد محمود اقتناع رهيب وانا مش مستعجل خالص هو هيساعد. لا طبعا هو كمان شخصيته هتساعده لان ولد معنوياته اخبارها ايه؟ لا هي معنوياته كويسه جدا وبيضحك ولسه سايبه دلوقتي في الاوضه بتاعته كان بيضحك وكنا بناكل مع بعض وما عندوش مشكله خالص وبيتمرن كويس وبيعمل التمرينات كل شويه وحريص جدا ان هو يعملها كل ساعه زي ما قالوا له يعني ومش مكسل ومبتسم وما عندوش اي مشكله خالص يعني بالعكس ده هو اصلا اللي حافظ كل التمارين. طبعا هو خلاص يعني كتر الحزن يعلم البكا وحافظ الادويه وحافظ كل حاجه يعني. طب سأل لنا سؤال كده بالنيابه عننا بعد العوده بيبقى درجه الكفاءه كام في الميه؟ لا هو ما سالت السؤال ده طبعا هو سالت السؤال ده عشان الرتبه المصابه اما تبقى سليمه الرتبه الثانيه هيبقى فيها حاجه فقال لي هما الاثنين ما لهمش دعوه هي الكفاءه هي ايه. هو ما بقولكش الكلام ده على فكره عشان يعني عشان اي حاجه تعقديه. لا لا مش عشان تعقدات لا. لا انا بطمن عليه. بص اصل انا ملاحظ ان ماهر راجع بسم الله ما شاء الله الحمد لله كويس. واحمد حجازي شوف بعد ما رجع ناصر ماهر واحمد حجازي يعني كتير عملوها عادي. يعني هي بس يا باشمهندس عدلي هي الناحيه التاهيليه بس ان هو لازم يقعد في المانيا على قد ما يقدر يعني هيقعد دلوقتي كاس يبقى 20 وبعد كده يرجع 10 ايام ويرجع تاني لان مهم جدا اقل حاجه في التاهيل مهمه جدا عشان انا اظن ان النادي الاهلي مستعد يعمل له اي حاجه مش هيأثر طبعا ابدا. طبعا لا طبعا انا عارف لازم ما تاخرش ده طلع الفلوس ودينا اصلا كان يوم سبت والناس كانت قافله. وهو مش جنبك دلوقتي ولا انت مش معاه؟ لا هو نايم خلاص هو عنده تمرين الساعه 7 الصبح. طيب ماشي قول له قفل تليفونات ونام قول له كلنا في مصر بنطمن عليه وبصفه شخصيه انا وزميلي ابراهيم بالنيابه عن الجماهير المصريه كلنا بنطمن عليه بنقول له اجمد يا بطل. شكرا جزيلا للاستاذ نادر شوقي وكيل محمد محمود وموجود معاه في المانيا واعتقد كلام مهم اللي